أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا اليوم في سوق المزارعين في هورة عالي، مكان جميل بتستمتعون فيه بين أنواع الخضروات والفواكه البحرينية وغير البحرينية، كلها طازجة وأنواع جميلة من الزهور. اليوم بعد ويانا زهرة بحرينية متفتحة، معانا شيخة علي إبراهيم من بنات الخيرية الملكية. أعزائي خلنا نشوف هالتجربة الحلوة في هالحلقة المميزة، كونوا معانا. سلام، هلا شيخة، شلونك حبيبتي؟ شو أخبارك؟ شو والدة؟ الحمد لله. قطيتي سوق المزارعين في هورة عالي؟ أول مرة. تجربة حلوة، أنا متأكدة بتستانسين منها. حياة الله. حياة. السلام عليكم حجي، شلونك؟ يعطيك العافية. ها كل ألوان الطماطم ما شاء الله عندكم؟ إي تبارك الله، الله يسلمك، موفقين إن شاء الله. الله يسلمك، خليك تسلم. أشياء زينة ها عندهم. شوف الشمندر بحريني وملفوف. التوت وايد حلو التوت ها؟ شريته من سوق المزارعين ذيك المرة، والحين ما شاء الله طرح. السلام عليكم، شلونكم؟ سلمك خليك. ما شاء الله تشوفها كلها الخضرة البحرينية كلها فريش. سلام حجي، شلونك؟ شو اخبارك؟ سلمك يخليك تسلم. حجي ابو علي، نعم. الان ابي الله يسلمك تمر خلاص بحريني ودبس بحريني ان شاء الله. بشو موجود؟ اي نعم، تفضل الله يسلمك. ما شاء الله اشكال وانواع. وهذه الدبس حق الجيمات رمضان يوم. اي نعم. هذه مال هالموسم حجي؟ اي نعم. اي نعم تمام. كم حسابنا حجي؟ 5 الله يسلمك. تفضل. كل ما بناكل للجيمات بنتذكرك ويا الدبس. الله يسلمك. تقهوينا حجي؟ الله يسلمك يخليك. حيا الله حجي ابو علي، الله يسلمك. تفضل ثيابك. شكرا. قهوتين دايمة. شكرا، جزاك الله خير. جزاك الله خير، شوفك على خير حجي ابو علي، الله يسلمك، خليك تسلم، تسلم. شوفي الحين هنا عندنا، شوفي التوت هذاك، التوت اللي نص نص لونين، وعندك التوت الاحمر الغامق، وبعد في توت ابيض بالمره، التوت البحريني، حياك. شوفي هذه الخضره هني شيخه، هاي فله حق شله، هذه السلري بحريني، لو تشترينه في السوبر ماركت 3 أضعاف السعر. هاي شنو؟ وهذه شوندر، إيه؟ البيتروت اللي نستخدمه في السلطات، وهذه الله يسلمك اللي هو الشلغم اللي نحطه في الشوربه ترنب. زين، وهذه عندك البقل بحريني، هذه السبانخ البحريني، كرفس اللي هو بعد هذه ما تحصلينه طول السنه. إيه؟ هاي موسم محدود ويستخدم في طبخات معينه، يعطي طعم وايد لذيذ مثل طعم السلري. كله بحريني، كله طازج، كله غني بالفيتامينات ومضادات الاكسده، تخليك دائما شباب. وهني عندنا شوفي الورد، هذه الورد المحمدي يحطونه في خلطة البزار البهارات. أيه؟ بعض البيوت. وحق الحلويات. حق الحلويات طبعا، انت خبيرة الحلويات. أيه؟ دائما فكرتش بالحلويات. وهذه شوفي الكركديه، هذه ورد ينقعونه يسوونه شراب بارد او حار، او يقدمونه حار مثل الشاي، والبارد وايد غني بفيتامين سي فهو وايد مفيد. بعد في بعض البحوث تقول انه هو يخفض ضغط الدم البارد. وكل هاي اعشاب اشياء طبيعيه. ايش رايك الحين نروح المطبخ؟ يلا نروح نسوي، نستخدم التمر البحريني والدبس البحريني اللي شريناه، وبسوي لك طبخه قديمه اسمها البثيث. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا فيكم، احنا للمره الثانيه مع شيخه علي عبد الله البحرينية اللي عندها مشروع من البيت مع أختها فاطمة ومع والدتها أم عبد الله. شيخة نحييك مرة ثانية وأهلا وسهلا فيك. شيخة إحنا دردشنا شوي عن شلون بدأ مشروعكم تيمس كوفي وشلون طورتوه أنت وأختك فاطمة، والحين أنا أنت رويتيني طبخاتكم، رويتيني كرات الدايجستيف مع القهوة بالكراميل. أنا اليوم برويك بعد وصفة بحرينية تقليدية. هذه الوصفة تتكون من المكونات اللي موجودة في كل بيت بحريني في ذاك الوقت، وتبتدي أول شيء بالطحين. عندنا هني الطحين، ونستخدم الطحين الأسمر. ليش نستخدم الطحين الأسمر؟ لأن أولاً هم أول لما كانوا يطبخون أو يستخدمون أي مكون غذائي ما يقطون شيء، فكانوا يطحنون القمح على الرحة اللي هو المطحنة اليدوية اللي بالحجر،
وكل شيء من القمح يستخدمونه، ما يقطون شيء. فطبعا هاي كان بيئيا افضل وصحيا افضل، لان كل شيء، جنين القمح موجود، النخاله موجوده. جنين القمح هو غني بفيتامين اي اللي هو مضاد للاكسده، يعني يمنع الشيخوخه، وكلنا نبحث عن هالشيء. اوكي، والنخاله طبعا هي مفيده جدا للجسم، لان بعد هي تخلصنا من الفضلات اللي في الجسم، وكذلك ان هي مفيده للعمليات الحيويه. وبعدين احنا عندنا كل فيتامين بي نحصل عليه، لان هاي النخاله القشره ذي اللي فوق القمح هي اللي فيها كل الفايده من القمح، بانواع فيتامين بي المختلفه اللي هي حق البشره، حق التركيز، حق وايد اشياء تفيدنا، وحق العمليات الحيويه في الجسم. فاول شيء بنسوي بناخذ الطحين وبنشفشفه. اوكي، تعرفي شنو يعني نشفشفه؟ لا. اوكي، نشفشف بالتعبير البحريني القديم هو ان نحمصه على النار بدون زيت علشان تطلع الريحه المحمصه. وتدرين هم ليش كانوا يسوون كذي قبل؟ اول ما كان عندهم وسائل ان يحفظون الاكل، فكان عشان يتاكدون ان الطحين ما في اي شيء، تعرفين مع الوقت ريحته يمكن تتغير او كذي. فهم يستعملون هاي الطريقه هم علشان الطحين يصير فيه نكهه، وهم شيء ثاني لما نشيل الماي من الطحين لما نضيف عليه المكونات الثانيه تتشرب، لانه يصير الطعم اكثر مركز. فبنبتدي نشفشف كل اللي نبي ريحه الطحين المحمص تطلع. وهي بالذات النخاله راح تطلع، نعرف ان احنا خلصنا من التشفشف. هاي معلومه جديده لك. ها، معلومه جديده. وبعدين عندنا هاي التمر، تذكرين شريناه من عند جوهره التمور، فالحين بنستخدم ذي التمر بعد. الحين الطحين صار متشفشف، تشمين ريحه كانه محمص. فالحين ابي تساعديني بننقل الطحين بين ما انا اذوب الزبده عشان تالي نخلط المقادير كلها. اوكي، فالحين انا عندي الطحين، شوفي لونه شلون صار، تشوفين اللون؟ اي صحيح. اي بس لازم دائما اقلب عشان ما يحترق. اوكي، فالحين انا بفرغ الطحين هني والنخله هني. طبعا مو عشان احنا نبي نشيل النخاله بالنخله، علشان نبي نتخلص من اي كتل تكون فيه، عشان الطحين يكون اكثر فيه الهواء يدخل ويصير ما في كتل. اوكي، فالحين الطحين عندنا خلصنا منه، خلصنا من التشفشف. ايوه، فبين ماضي انا بعد بذوب الزبده هني. اوكي، عندنا ربع كوب من الزبده، بس تسمحين لي اخذ الملعقه من هني. اوكي، وبذوبها بسيحها. الزبده بتعطينا طعم مميز اكثر من الزيت، بس اللي يبي يستخدم الزيت على اساس انه ما يكون فيه كوليسترول، الزبدة طبعا لها نكهة أطيب. فإحنا إذا بغينا أن نستخدم الزيت ممكن نخلط، نحط مثلا نص ونص، أو نستخدم الزيت بالكامل. بعد هذه حسب الظرف الصحي، إذا كان الإنسان يحتاج أنه يراعي صحته طبعا أهم من الطعام. ممكن نضيف شوية زبدة بس حق الطعام، والباقي نحط زيت. فهني نكون سيحنا الزبدة على نار هادية. الشغلة دي بسيطة جدا. أوكي، الحين هاي الطحين عندك هني، اي شيء بيكون فيه محبب كبير راح نشيله نتخلص منه، وبناخذ اللي عندنا تحت. وبعدين اعلمك بعد حركه ثانيه، اذا كان عندك الطحين لهني خلاص ممكن اوكي، لان انا ما ابي اخسر شيء منه. اوكي، اوكي، الزبده عندي صارت سايحه الحين. اوكي، والطحين صار عندي جاهز، هاي خلاص. اوكي، يكفي، ممكن نشيله نتخلص منه. وإذا بغيناه ممكن بس بظهر الملعقة نسوي، أو نستخدم منخل شوي يكون فتحاته أكبر. أوكي، فالحين عندنا الطحين صار جاهز، بخليه هني وأبتدي أخلط. أسوي حفرة في وسط عشان نحط الزيت. أي، بنحط الزبدة وبنحط التمر وبنخلطهم كلهم مع بعض. طريقة ثانية بعد ممكن أن نضيف الزبدة على التمر عشان تالي لما يدخل هني يصير كله متجانس. فالحين ببتدي أصب الزبدة هني على التمر عشان يصير التمر سهل ان انا ولين اكثر، اي عشان انا يصير سهل علي اني اخلطه. اوكي، بعطي شوي دقائق بس عشان الزبدة اللي الحين حارة. اوكي، وباي بهالطريقة، وممكن اصلا نسويه على طول. طبعا اول يداتنا كانوا يعيبون على اي وحدة تستخدم جدور وايد وصحون وايد، يعتبرونها ربة بيت فاشلة، فلازم كل شيء في مرة واحدة، في مرة واحدة في صحن واحد، على اساس انها هي شاطرة
وبعدين ما تستهلك إنه غسيل كثير. طبعاً ماي بعد كان لازم يراعون إن الماي كان السقاي. السقاي يجيب الماي لهم، ما في ماي مثل الحين بطل حنفية وين الماي. أوكي الحين قبل لا أضيف التمر لهاي المكونات بضيف المنكهات. شنو بنضيف؟ فعندنا هني ممكن نضيفين ذي، هذه الهيل ممكن نضيفينه أيوة، وحركيه بس ويا الطحين، أنا كل المواد الجافة نبيها تكون مع بعض. وهذه عندنا بعد الزنجبيل يعطي طعم طيب ونكهة لذيذة. أوكي وعندنا الدارسين اللي هو القرفة، هاي كفي هاي المنكهات اللي عندنا، وهاي التمر اللي عندي. أوكي أخلط الجاف كله مع بعض وأخلط الرطب اللي عندنا مع بعض. أحب أحطهم مع بعض وببتدي أسوي الكرات أو الأشكال اللي نبيها. زين شكلنا بنشكل هذه الدايجستيف مال أول. زين أوكي فالحين بنبدي بهالطريقة، حتى الزيت اللي يبدأ عندي أو الزبدة اللي بقت عندي ما يهم، أقدر أضيفه تالي على المكونات. فالحين ببتدي أحط هذه داخل الخليط اللي عندي هني وبستخدم يدي أول، ما في فود بروسيسر. ها فبنبتدي بس نعجن التمر في داخل الطحين، ولو تحسين الطحين بتحسينه صار حرش، صار أكثر خشن لأن لما شفشفناه الماي اللي فيه راح. وتمس هو يعني. فالحين بيتشرب بالزبدة، بيتشرب برطوبة التمر اللي عندنا، وإحنا طبعاً استخدمنا الخلاص. فالحين بنسوي بهالطريقة، تشمين ريحة الهيل ويا الزبدة ويا الزنجبيل. أي تمام. إنزين قولي لي بين ما أنا أسوي هي الخطوة، كلميني عن مشواركم. أعرف إن أنت عندك موهبة ثانية، تحبين الغنى. فمن وين جاتك هالموهبة؟ هاي الموهبة من أبوي الله يرحمه. الله يرحمه. أنا وأخوي يعني يطلني هالموهبة يعني. اي نعم كهواية. كهواية اي نعم. من كنت صغيرة كنت أغني في المدرسة، يأخذني حق مشاركات مسابقات. اوكي عقب شوي شوي دشينا مدينة الشباب، كنا وايد يعني كنتوا مثل كورس كورال يعني مع بعض تغنون ولا كل واحد بروحه؟ لا كان هو فينا مجموعة بس الأستاذ اخترنا حق مجموعة بس يعني مثلا خمسة كنا احنا الأساس. اي اوكي زين. وفي 2019 انتقلتي تغنين ويا المجموعة اللي أكبر في السن. مجموعة اللي أكبر. دشيت ستار ميكر. ستار ميكر صانع النجوم. صانع النجوم. نعم. أنا في ويا المجموعة كلنا مع بعض. بس في مدينة شباب بعد كانوا يختاروني الأستاذ يعني هناك. حق أسوي يعني يأخذون صوتي حق مسرحية. تعلمت الثقة بنفسي. أوكي. طورتني أكثر. أخذت معلومات أكثر. نعم. استفدت وايد. وأنت تشوفين الجمهور. ما تتردد. مثل الحين أنت قاعد تسولفين ويانا بكل أريحية. الله يوفقك إن شاء الله. شنو خططكم المستقبلية؟ أنتوا الحين ما عندكم سجل تجاري؟ ما عندنا. إنزين. هل تعرفين إن أنتوا إذا خذيتوا سجل خطوة؟ اللي هو من خلال وزارة التنمية الاجتماعية أن ممكن تحصلون دعم من الوزارة، وممكن حتى الوزارة تحصل دعم من تمكين حتى تخدمكم. فكرتي في هذا الموضوع؟ والله شيء جديد علي. استفدت. أنا أنت شابة وشاطرة في وسائل التواصل الاجتماعي، دخلي على موقع التنمية الاجتماعية وزارة التنمية الاجتماعية وشوفي شلون تقدرين، لأن أنتوا عائلة منتجة بحرينية. الوالدة وأنتي وأختك، فأنتوا يكون مناسبين جدا حق موضوع خطوة. أنت تعرفين عن المنحة حق الستارت اب أو حق المبتدئين من تمكين؟ هذه إذا أنت أخذتي سجل حتى لو سجل افتراضي تحصلين لي 5000 دينار منحة ما تردينها. أوكي؟ هاي مساعدة حق المبتدئين اللي يسمونه ستارت اب سيد يسمونه البرنامج. وعموما هذه بعد ممكن أنت إذا أخذتي السجل تقدرين بعد تتقدمين حق برامج تمكين الثانية. مو بالسجل الافتراضي، السجل العادي أكثر. نعم. اللي ممكن يعطونك 50% دعم على المعدات. أنتوا شنو خططكم بالنسبة لكم لتامس كوفي؟ شنو تفكرون في المستقبل تسوون أنت وأختك؟ إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله نأخذ لنا فود تراك. اوكي فتبون سياره. اي اكيد. يعني يكون عندكم سياره كمطبخ متنقل. أي او مطعم متنقل. أي هني بتحتاجين دعم وتمكين. الحين الشيء الجميل ان تمكين يعطون دعم على السيارات. أي اذا كانت جزء من الشغل. أي يعني اداء للعمل، هاي بيكون شيء اساسي. أي حق عملكم. فهذه من ضمن البرامج اللي تقدرين تستفيدين. كذلك تعرفين حق البراندنج، حق انك تسوين علامتك التجاريه. كل هاي بعد تقدرين تستفيدين من تمكين، تحطينها في خطة العمل. وانت طبعا دارسة تجاري، مسار تجاري. فاهمة هاي الكلام. والتسويق كذلك. والتدقيق يعطونك دعم بعد استفيدي منه. فيعني انا فعلا انصحك ان انت تروحين على الموقع، وانتم كلكم الشباب ما شاء الله فاهمين في المواقع والسوشيال ميديا وهالامور، وتشوفين كل اللي تقدرين تستفيدين منه، لان هي فعلا تمكين
وجدت علشان تساعد البحرينيين ورواد الأعمال عشان نطلع أكثر. بالضبط بالضبط نعم. وبعدين يعني حتى في مجالات ثانية كانوا يطلقونكم لها في دورات تدريبية في أمور كثيرة تقدرون تستفيدون. الحين شوفي صار عندنا مناسب، رايك تساعديني تلبسين بس القفازات. الحين أنا يمكن أخذ جزء، ممكن أخذ جزء بقسمه هني أوكي، وبحط له جوز محمص. إحنا قطعنا الجوز قطع خشنة وحمصنا عشان بعد يعطينا طعم. بضيفه هني حق اللي يحب إنه يكون داخله جوز، يعني في قرمشة. في ناس يحبونه كله ناعم كذي وسموث، فما بنحط فيه الجوز، بندحرجه إضافة يعني اللي يحب الجوز. أي بالضبط، اللي ناس تحط زبيب، ناس تحط مكسرات، ناس تحط اللي تحبون. ممكن إذا تبين بعد تضيفين مثل ما أقول يكون غني أكثر، ممكن تضيفين الطحينة اللي هي الهردة. أوكي طبعاً سعرات حرارية بالزيت، لكن الهردة أو الطحينة ما فيه كوليسترول، بس تقول أثقل يعني بيصير أثقل. سعرات حرارية أكثر ولكن ما فيه كوليسترول. يعني ممكن أنا أستعيض عن الزبدة هني نحط الطحينة أوكي، أو أستخدم زيت نباتي ويا شوية طحينة وبعد تعطيك طعم ثاني حسب الرغبة. ممكن ندحرج دي في السمسم بعد تالي أوكي. فالحين ممكن أخذ البتيت وأقدمه كذي بالضبط مثل ما هو. هذه الطريقة التقليدية كانت بهالطريقة، ورشون عليه شوية هيل، رشون عليه شوية هيل والناس تأكل، حتى ما في حتى ملعقة ها كانوا يأكلون زي القهوة. أي نعم ويا القهوة. وهذه الطريقة الجديدة اللي الحين إحنا بالراويج شلون بنسويها. إذا ما عندي قوالب ممكن أخذ أسوي كور. أنتي تعرفين تسوي دايجستيف مثل كرات الدايجستيف. يلا هاي واحدة بس سويهم صغار، أنا أحبهم صغار عشان بعد تكون سعرات حرارية أقل. زين أنا ممكن أخذ القوالب مال المعمول بهالطريقة أو مال الكليتش، خصوصاً الحجم الصغير. أنا دهنت القالب شوي بزيت على أساس إنه يكون سهل إني أشيله، وممكن أسوي أحط قطعة جوز في الوسط عشان تكون مفاجأة. قطعة من الكبار هذيلين أوكي، وأسوي كذي. إحنا تحملي الصوت شوي عالي أوكي. لكن شوفي شكله شلون حلو. الحين ممكن نسوي اشكال ثانيه بعد، خلينا نحط واحده فيها الجوز، ايش رايك؟ وانا بشيك واحده. يلا يلا ساعديني، اختاري يلا اختاري اللي تحبينه، اي شكل اللي يعجبك. فالحين انا بسوي كذي وبسوي فيه مثل ما تشوفين هني، بسوي فجوه وبحط فيها الجوز اوكي، وبايب شويه من الخليط البثيث اللي سويته وبضغطه كذي، وبيكون عندي شكل ثاني جاهز. اوكي ساعديني فيه. لا سوي بروحك. يلا راوينا قوتك. لا فرطيها كذي كذي. اوكي تمام اوكي تمام. شفتي شلون عمليه سهله شكله مرتب. الحين احنا ممكن نضيف عليه شوي من جوز الهند كذي بهالطريقه. اي ممكن اضيف عليه شويه من الفستق حق لون ثاني اوكي، وممكن ادحرج الكور في داخل الفستق. شوفي اضغط عليه شوي عشان تاخذ. ممكن اسوي الفستق اكثر ناعم بيصير يلصق فيه اكثر مثل الجوز. ايش رايك نسوي كره ثانيه نحطها في الجوز اوكي؟ ايش رايك نطلع فاصل ونرجع؟ نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين فاصل ونرجع نراويكم كرات السمسم، كونوا معنا. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم. قبل الفاصل قلنا لكم بنسوي كرات السمسم عدل شيخة. إحنا بدينا شفشفنا السمسم، الحين تعرفين شنو شفشفنا أوكي، بدون زيت نقلبه على النار، ولازم ننتبه إن السمسم ما يغلبنا، ما نبي اللون يصير أسود، نقلب على فوق. أي نعم. وريحته مثل ما تشوفين ريحته لما يكون محمص تكون وايد ألذ. فأنا هني عندي تقريبا كوبين، يعتمد إيش كثر المقدار اللي تبون تستعملونه، فبحطه هني بصبه في الجدر عندي وبحطه، وببتدي أضيف عليه الدبس. أنا ما بحط سكر عادة. السمسمية شلون نسويها؟ نسوي شكر شيرة ونسويه غليظ ونكتفي السمسم المحمص. أنا ما أبغي أستخدم شكر أبدا، لأن الشيرة بتمسك السمسم مع بعض
ولما تبرد تمسك السمسم كلها مع بعض يصير كتل. إيه. اوكي فالحين احنا الان بنستخدم الدبس، فانا باي باخذ الدبس عندي حق كوبين تقريبا، باخذ ملعقه اكل ونص. وطبعا هاي يعتمد، هاي الدبس تذكرين شريناه بعد من عند جوهره التمور، ممكن ان ناخذ بالتدريج بدل ما نحط ويغلبنا، لان ساعات الدبس مختلف الكثافه مالته تختلف، هذه ماده طبيعيه. اوكي فابتدي احرك هني مع بعض واشوف شلون يتكتل مع بعض، واضيف بالتدريج. تقريبا الكوب بياخذ 3 ملاعق صغيره، يعني ملعقه اكل واحده. انا عندي كوبين، انا حطيت ملعقه، يبي لي بعد ملعقه، والباقي بكمله على الضوء علشان ابي السمسم يتماسك. الحين بضيف الثانيه، اذا ضفت زياده اضيفها على الضوء واحنا نشتغل. انا اسوي هاي الخطوه كذي لان اذا قلبنا وايد على الضوء يحترق الدبس بالضبط، وممكن السمسم بعد يتحمص وايد. ولاحظي ان انا ما حمصت السمسم الى الاخر، اوكي، عشان يعطيني فرصه اني اقلبه على النار ويصير بعد عندي متماسك اكثر. اي متماسك، لما الشكر اللي في التمر يذوب بيمسكه مثل الصمغ. بيصير لما يصير قابل للتشكيل ارفعه عن النار واخليه يبرد شوي وابتدي اشكل، ولا ممكن اسهل من كذي صح؟ طبعا السمسم وايد مفيد. خلينا ننتقل الحين لفوائده. فوائد السمسم حق الركب وايد زين، خصوصا الحين احنا الناس اللي كلنا في البحرين كبار وصغار نشتكي من الركب، فهاي واحد من الفوائد. وكذلك السمسم فيه مصدر زيت احادي، يعني ما في كوليسترول، هذه مفيد حق الجسم ويحارب الكوليسترول الضار اللي في الجسم. في الياف، في معادن مفيده، وطعمه لذيذ، وما اشوف شيء نضيف عليه السمسم ما يصير احسن صح؟ في كل شيء حلو. اي نعم، ومو بغالي ومتوفر في كل موسم. ومن هذه اللي اقول لك ممكن كحلويات تستعملون هذه المكونات الموجوده المحليه، اولا سعرها معقول وما تنقطع وكلها فايده. ولاحظين انا الحين ما ضفت ولا شيء شكر، بضيف شويه من الدبس عشان بس قد ما انا اطالع حتى يتماسك مع بعض. بتحسين يبتدي شوي مثل ما نقول يتماسك، يصير الشكر يصير كانه يتكرمل. عارفين مثل الكراميل اللي حطيتيه في القهوه مالتكم. اوكي فالحين انا بخليه شوي يبرد، عقب ما يتكرمل اخليه شوي يبرد واقلب على طول لانه ما ابي يحترق، ولازم النار تكون يعني متوسطه. الحين مثل ما تشوفين، شوفي شلون صار اكثر متكتل ويا بعض. اي وكان الكره تصير كانها كره كامله يترك الجوانب. الحين انا ما اقدر اجيسه كذي لانه هو للحين ساخن، فبشيله عن النار واخليه شويه يبرد، او ممكن حتى افرده في صحن، او حتى الصحن اللي هي تعرفين استعملناه قبل شوي اللي حمصنا فيه عشان شويه يبرد حتى يصير متماسك. فبنزله هني. طبعا الطريقه التقليديه هي ان حق نسوي السمسميه اللي هي الحلاوه المعروفه في كل البلدان العربيه، ان نسوي سكر غليظ، نسوي قطر سكر غليظ، وبعدين ننزل فيه السمسم المحمص ونقلبه الى حد ما يصير تتماسك تشد مع بعض، بعدين نفرده على سطح مثل المرمر مثل الرخام، ونسويه سيده ونقصصه معينات ونحط له فوق المكسرات. فاحنا الحين بس بنراوي طريقه ثانيه. الحين تشوفين شكله، لازم اشتغل بسرعه لان اذا يبس ما اقدر اشكله، واذا حار بعد ما اقدر اشكله. فببتدي احطه هني. فالحين باخذ نتفه شوفي وبضغط عليها. ممكن بعد استخدم قوالب اللي نسوي فيها البطيخ ميلون اللي يسوون يكورون فيها. زين فتشوفي الحين كل سهوله هاي نزل. ايش رايك تساعديني حتى نشتغل بسرعه؟ ممكن نسوي مربعات، ممكن نفرده على السطح املس ونسوي نقطع معينات يعني. مثل الطريقه القبليه. اذا شفتي يلصق في يدك شويه دهن في اليد زيت نباتي ونبتدي. اسهل من الدايجستر صحيح. زين وموجود في كل بيت. ايش رايك الحين بعد نسوي ويا ممكن نحط فيه قطعه تمر داخله، ممكن نشكله نشكله ونجمله بالجوز وبالباقي وبالمكسرات. انا هني حطيت لوز محمص وحطيته بالقشر لان فعلا الفايده في القشر، ما نبي نخسر. ومره ثانيه احنا نقول احنا مطبخ بحريني قديم ما يقطون شيء. اوكي نسوي من كل شيء. اي نعم فيلا معاي خلينا نجمل. ايش رايك كذي ونحطها هني في الوسط، ممكن كذي ونضغط عليها عشان تبقى في محلها، ونبي نسوي وقت اللي يكون لين عشان يمسك لنا اللوز في محله. ممكن بعد نحطها بالعكس الجانب المدبب
ندخله أسهل، أوكي؟ حسب الرغبة. أوكي. يعني نفكر خارج الصندوق شوي، أوكي؟ ونواصل ونكون كذي جاهزين حتى نقدم نوعين من الحلو الصحيين بحرينيين. كل الأصالة البحرينية، ولا حطينا سكر، واستخدمنا كمية هني ولا حاجة من الزبد. كوليسترول فري، ما في كوليسترول بالمرة. اوكي ان شاء الله بتضيفينها لوصفاتكم ان شاء الله في تيمز كوفي ان شاء الله. ان شاء الله اعزائي فاصل ونرجع نقدم لكم اطباقنا اليوم ويا شيخه من تيمز كوفي، كونوا معنا. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم، إحنا الحين جاهزين ويا شيخة بنقدم لكم أطباقنا. مثل ما شفتي شيخة الحين أنا بسوي اللمسة النهائية، بضيف الدبس على البثيث التقليدي وخذت شوي من اللي بقى من السمسمية وحطيته فوق علشان يعطي شوي قرمشة. أوكي بعد بضيف شوية من جوز الهند، ممكن أضيف شوي من الفستق. إحنا جاهزين وتشوف طرق التقديم الثانية شلون حلوة وجذابة. أهم شيء الهيل، ممكن بعد ناخذ زعفران ومايوار بعد نحطه على هذه بالذات ونغطيه ونخليه على نار خفيفة، نخليه ترسه. هذه بعد شو يعني ترسه؟ ترسه يعني على نار خفيفة وعلى البخار. فتدخل ريحة الزعفران والهيل في التمر وكل هاي النكهات اللذيذة. هاي صار جاهز عندنا، هاي طريقة للتقديم، ناكله بالملعقة. وهذه عندك تقديم شخصي أو فردي مثل ما تشوفين هني، شوية فنيال قهوة. أوكي ونستمتع بهم، اي واحد منهم بتجربين. احنا بعد في مشروعنا عندنا قهوه تمام على زعفران. اوكي خليجي ها؟ اي نعم طعم خليجي. انا بشربت من قهوتي وبشرب تالي من قهوتك. اوكي تسلمين. وقدام القهوه شيء حلو صغير، ايش رايك في السمسم تجربينه؟ اوكي يلا انا بعد باخذ لي فنيان. صحتين وعافيه وما قصرتي ومشكوره، انا بعد تعلمت منك وانا بعد وين استفدت. الله يسلمك وان شاء الله تتواصلين ويا تمكين ويا المؤسسه الخيريه الملكيه كذلك، وانت من بنات المؤسسه وتستفيدي من كل البرامج الموجوده باذن الله. استفدت وايد. ايش رايك نودع الجمهور ويا ريتهم كانوا معنا يستمتعون بهالاطباق اللذيذه. انا باخذ هذه، ايش رايك؟ اوكي يلا بسم الله. قرمشه مع السلامه.